السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحبتي. هذا أخوكم ماجد من قناة ماجد للألعاب. اليوم راح نلعب كول أوف ديوتي موبايل. شيك واحد انت خلص سلاحي، خلص 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 سلاحي. سلاحي خلص. تخلص العتاد. حلو، فزنا عليهم. حساب العتاد خلص مالي. هنلعب جولة ثانية. هذا انا اللي بالنص، اكثر واحد قتلت فيهم. ماجد جيمز، العب ماجد. والله حلوة كول اوف ديوتي، بس انا يراد لها يعني موبايل نشط، مستوى ثاني متابعة. ام فور سلاحي. نشوف مكافآت. نحن مكافآت. عندهم سلاحين بس أنا عندي سلاح واحد، ليش؟ ليش يعني عندي سلاح واحد؟ عندهم سلاحين. اها، الان صار عندي سلاحين. رقينا سلاحنا.
منظار تكتيكي جيد تجهيز البوت ايضا تجهيز صدع حساسي اعداد الطول الجماعي متابعة باكر ليش ناخذ هاي طيب نلعب واروح تأكيد الغتين الاستيلاء على الغاية تأكيد نروح الاستيلاء على الغاية ما نقدر نروح ولا مباراة من هاي نقدر نلعب نقدر بس هاي نلعبها لازم نحصل على رانك اعلى يلا نفتح ذيك المناطق فرونت لاين نبو على قنبلة هي قنبلة قنبلة عندهم قنابل يدوية ذولا متطورين خلي يطلع خلي واحد شلون ما عندي عتاد خلص
خلاص عتادي. أويلي قناص أريد لي واحد بس من جماعتي. شو عندهم قنابل يدوية؟ شوف ده بقنبلة. ده بقنبلة عليه. خلص لا عتاد خلص. وين نجيب عتاد؟ ماكو ذخيرة نفذت. إذا باخذ واحد وكتلة مي لازم اطقه براسه. يلا لان سلاحي العتاد مو قوي. موت خمسين اثنين وثلاثين ايضا فزنا. كانت هاي تجربتي الأولى في كول أوف ديوتي حبايبي. أتمنى تكونوا استمتعتوا بهاي وألقاكم في لقاء جديد. هذا أخوكم ماجد في أمان الله.